أحسن الله إليك. تقول إن امرأة مريضة في المستشفى دخل عليها وقت صلاة المغرب والعشاء، ثم صلتهما جمعا، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، فهل صلاتها صحيحة؟ نعم، إذا كان صلاة كل فريضة في وقتها يشق عليها يجوز لها الجمع. من الأعذار المبيحة للجمع المرض الذي يشق على المريض صلاة كل صلاة في وقتها. نعم.